اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في تمثيل الدوائر الكهربيه بالستيت سبيس، والنهارده هناخد الاكزامبلز من 4 ل 6، وهناخد دوائر زي ما احنا شايفين كده فيها سنجل انبوت يعني سنجل سبلاي او فولتج واحد، وهناخد سنجل اوتبوت يعني الاوتبوت مطلوب على كومبوننت واحده، وبالتالي السيستم عندي سنجل انبوت سنجل اوتبوت. زي ما اخدنا قبل كده الستيت سبيس للسنجل انبوت سنجل اوتبوت بيتكتب بمعادلتين ستيت ايكويشن والاوتبوت ايكويشن، شرحنا الكلام ده بالتفصيل وقلنا اليو هي الانبوت وعندي الاكس هي ستيت فيكتور والواي هي الاوتبوت، وعندي اي وبي وسي ودي عباره عن ماتريسيز وعرفنا مسمياتهم قبل كده. هنروح لاول مثال النهارده وهو مثال 4 عندي في السلسله. زي ما قلنا احنا بنكمل في الستيت سبيس ريبريزنتيشن الالكتريكال سيركت. في المثال اللي قدامنا هنا مديني دايره بالشكل ده، بيقول لي ان انا هفرض الستيتس عندي اكس 1 ب في سي والستيت الثانيه ب اي ال، وبيقول ان الاوتبوت عباره عن تيار المقاومه اللي اسمه اي ار، يبقى هو عايز الاوتبوت عندي هو تيار المقاومه، يبقى ده سنجل اوتبوت. في الدايره اللي قدامنا هنا عندي سنجل سبلاي، يبقى ده سنجل انبوت، وبالتالي هنشتغل طبيعي خالص كسنجل انبوت سنجل اوتبوت. نروح للدايره بتاعتنا، هنفرض التيارات في الاول، يبقى في الاول خالص هنفرض التيارات، يبقى هنقول عندي ملف يبقى هفرض التيار ده اسمه اي ال، عند المقاومة هسميه اي ار، عندي مكثف يبقى اي سي، وزي ما اتعلمنا قبل كده ان انا عندي تيار المكثف بيساوي سي تفاضل فولتو، وفولت الملف عبارة عن ال تفاضل تيار. اول حاجة لازم افرض اتنين ستيت، عشان افرض اتنين ستيت بيساوي او عددهم بيساوي عدد العناصر الخازنة للطاقة في الدايرة، عندي هنا ملف ومكثف عنصرين فقط خازنين للطاقه، يبقى عندي اتنين ستيت، هلتزم بالفروض اللي هو مدهاني، بيقول لي افرض الستيت الاولى بجهد المكثف والستيت الثانيه بتيار الملف، وزي ما اتعلمنا في الفيديو السابق ان دايما الستيتس بيتم اختيارها بناء على البارامتر اللي بيتم تفاضله، يعني هنا في معادله المكثف او المعادله الخاصه بالمكثف اللي بيتفاضل هنا هو جهد المكثف، يبقى الستيت بيتم اختيارها بجهد المكثف. في معادله او المعادله الخاصه بالملف اللي بيتفاضل في المعادله دي هو تيار الملف، عشان كده بختار الستيت وهو تيار الملف، وبالتالي عندي الستيت زي ما احنا شايفين الستيت الاولى هي جهد المكثف، الستيت الثانيه هي تيار الملف، وقلنا عددهم اتنين عشان عندي عنصرين فقط خازنين للطاقه. زي ما اتعلمنا برضو قبل كده هبتدي افاضل المعادله الاولى، هفاضلها يبقى انا بفاضل جهد المكثف، وهفاضل المعادله الثانيه يبقى انا بفاضل تيار الملف. المطلوب في المساله اصلا ان انا احاول اجيب دول، طول ما انا عايز تفاضل جهد المكثف في البدايه يبقى زي ما قلنا لازم احاول اوصل لتيار المكثف الاول، لان من العلاقه دي لو وصلت لتيار المكثف معناه ان انا وصلت لتفاضل فولت، لان التفاضل الفولت بيساوي اي سي على سي، ولو انا عايز تفاضل تيار الملف يبقى انا هوصل لجهد الملف عشان جهد الملف اقسمه على ال يديني تفاضل تيار. نبدا بالستيت الاولى اللي متفاضله، يبقى هو عايز تفاضل جهد المكثف، ادور على تيار المكثف. تيار المكثف عندنا لو لاحظنا في الدايره عباره عن ايه؟ عبارة عن تيار الملف ناقص تيار المقاومة، لأن تيار الملف هيتجزأ في المقاومة والمكثف، يبقى تيار المكثف بيساوي تيار الملف ناقص تيار المقاومة. هروح بعد كده تيار المقاومة بيساوي إيه أصلاً؟ بيساوي جهدها على قيمتها، يبقى الأي سي بيساوي الأي ال ناقص جهد المقاومة على قيمتها، لأن تيار المقاومة بيساوي جهدها على قيمتها. لو لاحظنا من الرسم هنا المقاومة توازي مع المكثف، يبقى جهد المقاومة هو جهد المكثف، يبقى هشيل جهد المقاومة هنا وأستبدله بجهد المكثف. نرجع تاني للمعادلة اللي قدامنا دي، هنلاقي أي ال هو ستيت، عشان كده مش بعوض عنه. خلاص كده يعني مش هعمل استبدال ليه من الدايره مباشره، طول ما هو ستيت بتوقف هنا، اروح الفي سي، الفي سي ده ستيت، يبقى خلاص كده يبقى دي المعادله النهائيه. زي ما قلنا ان تفاضل جهد المكثف من العلاقه هنا بيساوي اي سي على سي او 1 على سي في تيار المكثف. طب اي سي انا جايبه من فوق، هقعد على المعادله دي واضربها في 1 سي من بره، وبالتالي تفاضل جهد المكثف هو اكس 1 دوت بيساوي هضرب 1 على سي في الفي سي مضروبه او مقسومه على سالب ار، هنعوض بالفي سي باكس 1 ونخلص الثابت ده، هنضرب 1 سي في الاي ال يبقى 1 على سي، الاي ال عباره عن اكس 2، يبقى اكس 1 دوت هنا هتطلع بدلاله اكس 1 واكس 2 تمام، والانبوت طبعا عشان ما فيش انبوت هنا الانبوت مضروب في زيرو، يبقى دي اول معادله، يبقى اول معادله ان هي انا عايز تفاضل الستيت الاولى. هروح للمعادله الثانيه، المعادله الثانيه ان انا عايز تفاضل تيار الملف، قلنا طول ما انا هتكلم على تيار الملف يبقى انا محتاج جهد الملف. جهد الملف من هنا بيساوي ايه؟ لو هنا بصينا للدايره مباشره في اللوب ده، في اللوب ده الانبوت هنا بيساوي جهد الملف زائد جهد المقاومه اللوب اللي هنا، وبالتالي جهد الملف بيساوي الانبوت ناقص جهد المقاومه، وزي ما احنا عارفين ان جهد المقاومه هو نفس جهد المكثف،
يبقى اشيل جهد المقاومه اعوض عن جهد المكثف. الانبوت هنا هو عندي انبوت عادي ده ما فيهوش مشكله، عندي الفي سي ده هشيله واستبدله، لا ليه؟ لان هو عباره عن ستيت، تمام؟ يبقى اعوض تعويض مباشر. يبقى مباشره هقول تفاضل تيار الملف هيساوي 1 على ال في ال. طب الفي ال انت جبتها فوق اضربها في 1 على ال، افك بدي، افك هنا الواحد على ال في القوس. هروح اعمل ايه بعد كده؟ هروح اقول له ان الفي هي اليو، هستبدل الفي باليو كانبوت في الستيت ايكويشن، وعندي الفي سي هي ستيت، يبقى اقول له التفاضل تيار الملف هو اكس 2 دوت، هضرب هنا يبقى 1 على ال مضروبه في سالب في سي، يبقى الفي سي باكس 1 وادي السالب 1 على ال، 1 على ال مضروبه في الفي، استبدلت الفي باليو يبقى 1 على ال، يبقى اكس 2 دوت داله في اكس 1 والانبوت، لازم تفاضل الستيت يبقى داله في الستيتس كلها والانبوت، هنا داله في الستيت الاولى بس، يبقى الستيت الثانية موجودة بس مضروبة في زيرو. أنا هعيد ترتيب المعادلات في الآخر، وما انساش عندي إن الأوتبوت هو أي آر، هو عايز معادلة الأوت اللي هي أي آر، تمام؟ هو تيار المقاومة بيساوي إيه؟ أنا لسه قايل في السلايد اللي فات إن هو عبارة عن جهد المقاومة على قيمتها، وجهد المقاومة هو عبارة عن جهد المكثف، يبقى جهد المكثف هو عبارة عن ستيت والآر ده ثابت، يبقى عندي عبارة عن الفي سي هو إكس واحد واحد على آر. الأوتبوت لازم يبقى دالة في الستيتس كلها والإنبوت هو دالة في إكس واحد بس، يعني الاكس الثانيه اللي هي اكس 2 موجوده مضروبه في 0 والانبوت موجود ومضروب في 0. هعيد ترتيب المعادلات زي ما انا قلت، يبقى اكس 1 دوت داله في اكس 1 واكس 2، واكس 2 دوت داله في اكس 1 واكس 2، وكمان لازم يبقوا داله في الانبوت عندي. اي ترم مش موجود بحطه في مكانه واحطه مضروب في 0. هاخد المعادلات دي احولها للماتريكس فورم تطلع بالشكل ده، يبقى هنا القيم دي عباره عن ايه، و0 و1 على ال ده البي ومضروبه فيو، وزي ما قلنا اكس 1 اكس 2 ده فيكتور اللي اسمه الستيت فيكتور او الستيت فاريبلز اللي هي الفروض اللي انت كنت فرضها. طب والاكس 1 دوت والاكس 2 دوت هي الجزء الثاني من المين التفاضلات اللي انا كنت بشرحه في السلايد اللي فاتت، هيبقى اصلا هو تفاضل الفيكتور اللي فوق ده هنا. هروح للواي زي ما قلنا هو في داله اكس 1 بس، لا هضيف باقي الترمات عندي واضربها في 0، وهو يقول لي هنا اكس 1 اكس 2 احطها في فيكتور وادي القيمه الاولى، القيمه الثانيه احطها زي ما هي. وما انساش طول ما هنا عندي 0 مضروب في يو يبقى مش محتاج اكتبها، اقول له ان الدي ب 0 كده. ان هنا المثال الاول، نروح للمثال الثاني في حلقه النهارده وهو اكزامبل 5 في السلسله. الدايره اللي قدامنا هنا مديني سنجل انبوت اللي هو السبلاي، مفيش اي سبلاي ثاني في الدايره. هروح للاوتبوت هو محتاجه على مكثف اسمه سي 2، ده الاوتبوت، هو محتاج الاوتبوت اسمه في اوتبوت على مكثف سي 2. يبقى الدايره ببساطه هي سنجل انبوت سنجل اوتبوت، امثلها بكل بسهوله في المعادلات او في شكل المعادلات اللي احنا اخدناها. هنروح للدايره بتاعتنا، ودي معادلات اللي هي خاصه بجهد الملف وتيار المكثف زي ما شرحنا سابق. اول حاجه الدايره اللي عندي لازم افرض عليها التيارات، عندي مكثف هنا اسمه سي 1 او الساعه بتاعته سي 1، يبقى هفرض التيار هنا اسمه اي سي 1، ملف يبقى تياره اسمه اي ال، طول ما هو ملف وحيد يبقى اكتب اي ال كفايه. عندي مكثف ثاني ساعته سي 2 يبقى مرر تيار فيه اسمه اي سي 2 والمقاومه اي ار. طبعا اتجاه التيارات زي ما انتم متعلمين بتبقى من السبلاي، يبقى التيار يمشي كده اي سي 1 يمشي كده، هيتجزأ في الملف ويتجزأ في البرانش اللي هنا. طول ما هيتجزأ في البرانش اللي هنا واللي هنا يبقى البرانش ده الاثنين دول توالي، يبقى عندي الاي ار بيساوي اي سي 2، يبقى الاي ار هو نفس الاي سي 2، مش ممكن ما احطش الاي ار هنا، ليه؟ لان هو نفس تيار الاي سي 2. هنبص على المساله عندنا او الرسمه، هنلقى عندي ملف ومكثفين، يبقى كام عنصر خزن للطاقه؟ ثلاثة، ثلاث عناصر خازنه للطاقه، يبقى انا هفرض ثلاثة ستيت. اول حاجه على الشمال هتقابلني مكثف ساعته سي 1، يبقى انا هفرض الستيت بجهد المكثف سي 1. الستيت الثانيه خاصه بالملف، يبقى هفرض التيار الملف اي ال. والستيت الثالثه بجهد المكثف الثاني. هبتدي الستيتس دي افاضلها ناحيه اليمين زي ما انت شايف كده، وزي ما اتعلمنا ان انا الستيت الاولى تفاضلها عباره عن تفاضل جهد المكثف الاول. طول ما انا عايز تفاضل جهد المكثف الاول يبقى انا ندور على تيار المكثف الاول. يبقى نروح ازاي اجيب تيار المكثف الاول. ركز معايا كده، تيار المكثف اي سي 1 ده عباره عن ايه؟ ده انا اللي انا محتاجه الاول، عباره عن تيار الملف زائد تيار البرانش ده، لان التيار اللي هنا هيتجزأ هنا وهنا. يبقى اي سي 1 عندي بيساوي اي ال زائد تيار المقاومه. الاي ال اصلا هو عباره عن ستيت، يبقى ما اعوضش عنه، اسيبه زي ما هو. عندي مشكله في الاي ار لان الاي ار مش ستيت من اللي فوق، يبقى هبتدي اشيل الاي ار عندي. اشيلها ازاي؟ الاي ار هنا عباره عن جهد المقاومه على قيمتها. طب ما يبقى عندي في مشكله جهد المقاومه لازم اشيله. جهد المقاومه عباره عن ايه؟ لو بصينا لجهد المقاومه دايما التيار بتاع المقاومه بيساوي فرق الجهد على طرفيها على قيمتها، ده تيار المقاومه.
فرق الجهد، يعني هنا الجهد ده ناقص الجهد ده، لان اتجاه التيار كده، يبقى الجهد اللي هنا اعلى من اللي هنا، يبقى اقول الجهد اللي هنا ناقص اللي هنا. الجهد اللي هنا لو لاحظنا كده هو جهد الملف، والجهد اللي هنا هو جهد المكثف، يبقى اقول جهد الملف ناقص جهد المكثف يديني جهد المقاومه، يبقى جهد المقاومه عباره عن جهد الملف ناقص جهد المكثف الثاني سي 2، هضربها في 1 على ار بره عشان يديني التيار. في ال دي مش ستيت، يبقى لازم تتشال. طب في سي 2 ستيت، خلاص كده يبقى دي ما فيهاش مشكله. المشكله في الفي ال، لازم اشيل الفي ال من المعادله دي. الفي ال عباره عن ايه؟ جهد الملف ده عباره عن ايه؟ لو رحنا لللوب ده، يبقى الانبوت او جهد الانبوت بيساوي جهد المكثف زائد جهد الملف، يبقى جهد الملف بيساوي ايه؟ الفي انبوت ناقص جهد المكثف. طب ما جهد المكثف ده ستيت من اللي فوق، والانبوت هو الانبوت، خلاص كده يبقى اكتفي هنا، اقف في الحته دي، يبقى هشيل الفي ال من فوق في تيار المقاومه هنا واعوض عنه. تيار المقاومه ارجع تاني اعوض بيه في المعادله الاساسيه، هتطلع المعادله اي سي 1 عندي بالشكل كده، هتلاقيها كلها داله في بارامتر، البارامتر دي متعرفه بستيتس وبالاضافه للانبوت. خلي بالك الاي ار انا مظلله هنا لان انا هحتاجه في السلايدات اللي بعد كده. خلي بالك ان اي ار داله في الفي انبوت وداله في في سي 1 وفي سي 2، في سي 1 وفي سي 2 هي ستيت، يبقى ده ما فيش اي بارامتر عندي فيه مشكله لان كلهم داله في الستيتس والانبوت. الاي ار ده هحتاجه في سلايدات بعد كده. هروح لاي سي 1، اي سي 1 طلع بالشكل ده. طب انا محتاج اي سي 1 ولا محتاج تفاضل جهد المكثف سي 1؟ تفاضل جهد المكثف يبقى عباره عن 1 على سي 1 اي سي 1، يبقى اخد المعادله دي كلها اضربها في 1 على سي 1 تطلع بالشكل ده. هبتدي افك واعوض تفاضل جهد المكثف عباره عن اكس 1 دوت، وابتدي عندي اعوض عن في سي 1، هو الاكس 1 الاي ال اكس 2 الفي سي 2 اكس 3 من الفروض اللي على الشمال هنا، وعندي الانبوت اللي هو في انبوت هفرضه باليو تطلع بالشكل ده. يبقى دي اكس 1 دوت داله في اكس 1 واكس 2 واكس 3 والانبوت. دي اول معادله او اول تفاضل للستيت. هنروح بعد كده للمعادله الثانيه، انا عايز تفاضل الملف، تفاضل تيار الملف. هعمل ايه؟ يبقى ادور على جهد الملف. جهد الملف هنا ده انا جبته من السلايد اللي فات، عباره عن ايه؟ جهد الانبوت ناقص جهد المكثف، لان في اللوب ده الانبوت بيساوي جهد المكثف زائد جهد الملف، يبقى جهد الملف بيساوي الفي انبوت ناقص جهد المكثف سي 1. طب الانبوت ده هو الانبوت، جهد المكثف سي 1 هو ستيت من فوق، يبقى مش محتاج اشيله مباشره، يبقى اروح لقانون التيار، يبقى تفاضل تيار الملف بيساوي 1 على ال في ال. هاخد المعادله دي كلها اضربها في 1 على ال تطلع بالشكل ده. هرجع تاني احولها للستيت فورم. تفاضل تيار الملف هو اكس 2 دوت، اكس 2 دوت عندي هنا الفي انبوت اضربها في 1 على ال، واشيل الفي انبوت باليو، وهقول الفي سي 1 هو اكس 1 مضروب في الثابت سالب 1 على ال من بره. هنلاقي اكس 2 دوت داله في مين؟ في اكس 1 والانبوت، يبقى لازم يتحط اكس 2 واكس 3 واضربهم في 0 عشان ترتيب المعادله. هنروح للحاله الثالثه او المطلوب الثالث، انا عايز تفاضل في سي 2، انا عايز تفاضل في سي 2. يبقى ادور على تيار اي سي 2، تيار اي سي 2 هو تيار المقاومه، وانا لسه قايل لك تيار المقاومه هو جهد المقاومه، هو جهد المقاومه على قيمتها اللي انا حسبها في السلايد اللي فات، او انا لسه قايل لك ان اي ار بدلاله المعادلات او البارامتر اللي هي اصلا كداله في الستيت تطلع بالشكل ده. يبقى الاي ار اصلا عندي انا جايبه في السلايد الاول اللي هو كان مظلل استدعاه من هناك، حطه كده يبقى ما عنديش مشكله. هنقل الفي انبوت هي الفي انبوت، في سي 1 وفي سي 2 هو الستيتس عندي. هروح ل جهد المكثف في سي 2 هفضله عباره عن 1 على سي 2 اي سي 2، اي سي 2 من فوق اعوض عنه يطلع بالشكل ده. هبتدي اعوض تفاضل في سي 2 هو الستيت الثالثه اللي متفاضله، اعوض كده يبقى عندي في سي 1 اكس 1 في سي 2 باكس 3، في سي 2 باكس 3 ما تغلطش، وعندي الفي انبوت باليو. هنلاقي هنا اكس 3 دوت داله في اكس 1 واكس 3 والانبوت، اكس 2 مش موجوده لازم احطها واضربها في 0. هعيد ترتيب المعادلات زي ما انا قلت، كل الترمز اللي مش موجوده احطها بزيرو، احطها بالترتيب اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 1 اكس 2 اكس 3، ولازم احط الانبوت، لو الانبوت مش موجود في اي معادله بحطه واضربه في زيرو يطلع عندي الشكل ده. هحوله الماتريكس فورم، ادي التفاضلات على الشمال اكس 1 اكس 2 اكس 3 ادي الفيكتور، واخد القيم اللي على الشمال دي احطها هنا في الماتريكس ايه، اي قيمه مضروبه في اليو هنا بحطها كده في الفيكتور ده، يبقى دي A ودي B، وزي ما قلنا الستيتس اهي كفيكتور بالفروض اللي انا فارضها على الشمال، وتفاضل الستيتس بالفروض اللي كانت على اليمين اللي انا فاضلتها، تمام، اللي هي تفاضل الفيكتور اللي فوق اصلا، ولازم اقول له ان الانبوت الفي انبوت اصلا هو اليو الخاص بالانبوت بتاع الستيت ايكويشن. هنروح للاوتبوت، هو طالب ايه الاوتبوت عندي؟ طالب الاوتبوت عباره عن في اوت، يبقى هو عايز الواي بتساوي في اوت. الفي اوت اصلا عباره عن ايه؟
عبارة عن جهد المكثف التاني. طب شايف جهد المكثف التاني عبارة عن الستيت التالتة، يبقى الفي اوت بيساوي جهد المكثف التاني اللي هو اكس 3 اصلا. اكس 3 دي هحطها في معادلة، او الاوتبوت لازم يبقى في دالة اكس 1 واكس 2 واكس 3 والانبوت، هكتبه بالشكل ده زي ما انت عارف. تمام، الترمز تتحط بالترتيب، واللي مش موجود هضربه في زيرو، الكوفيشنت بتاعه بيبقى زيرو. احطه في الماتريكس فورم بالشكل ده واقول له ان الدي هنا بزيرو لان اليوم مضروبه بزيرو. انت هنا كده من المثال الثاني في الفيديو بتاع النهارده، هنروح للمثال الثالث والاخير. في دايره قدامنا هنا كده، هو بيقول لك ان الاوتبوت هو في اوت، يبقى انا عايز الاوتبوت هو الفي اوت، وبيقول لك اعمل ستيت سبيس ريبريزنتيشن للدايره اللي قدامك دي. هنا عندي انبوت واحد يبقى سنجل انبوت، تمام، وانا محتاج ايه؟ محتاج الاوتبوت على المكثف، يبقى سنجل اوتبوت. اول حاجه بفرض التيارات في الدايره، هفرض التيار، تركز معايا كده، المقاومه دي هفرض تيارها اي 1، المقاومه دي اي 2، المقاومه دي اي 3، الملف ده اي ال 1 لان انا عندي ملفين، يبقى اي ال 1 والملف الثاني اي ال 2، وعندي مكثف هسميه تياره اي سي. زي ما احنا شايفين في الدايره عندي كام ملف ومكثف؟ ملفين، لو بصينا كده عندي ملفين ومكثف، وبالتالي عدد العناصر الخزينه للطاقه 3، يبقى هفرض 3 ستيت. الستيت الاولى هي تيار الملف الاول، الستيت الثانيه هي تيار الملف الثاني، الستيت الثالثه هي جهد المكثف. زي ما قلنا حطيناهم على الشمال، هحط التفاضلات بتاعتهم على اليمين مباشره، هاخد الجزء اللي على الشمال افاضله على اليمين، واسال نفسي انا عايز ايه اول مطلوب؟ انا عايز تفاضل تيار الملف الاول. طول ما انا عايز تفاضل تيار الملف الاول يبقى انا محتاج جهده، يبقى انا محتاج جهد الملف الاول، جهد الملف الاول اللي هو ده، تمام، جهد الملف الاول هنا. لو رحنا لللوب ده يبقى الفي انبوت بيساوي ايه؟ جهد المقاومه دي زائد جهد الملف، يبقى جهد الملف بيساوي ايه؟ الفي انبوت ناقص جهد المقاومه. عندي الفي ال هو الفي واحد اللي هو الجهد اللي هنا، يعني لو نود، لو انا شغال نود، وبالتالي بيساوي الفي انبوت ناقص جهد المقاومه، يبقى في انبوت ناقص جهد المقاومه. طب ما جهد المقاومه دي عباره عن ايه؟ قيمتها في تيار، يبقى هي قيمتها 1 اوم في تيارها اي 1، تطلع القيمه ناقص 1 اللي هي ار بتاعتها في اي 1. لو لاحظنا هنا الفي ال، الفي انبوت ما فيهوش مشكله، الاي 1 ده مش ستيت، يبقى لازم اشيل اي 1 من المعادله. اشيله ازاي؟ ركز معايا كده، لو انا رحت لللوب اللي بره ده، اللوب اللي بره ده هنا، الفي انبوت بيساوي ايه؟ جهد المقاومه دي زائد جهد المقاومه دي زائد جهد المقاومه دي زائد جهد المكثف، تمام؟ يبقى انا لو طرحت الفي انبوت ناقص جهد المكثف يطلع الجهد ده زائد الجهد ده زائد الجهد ده من اللوب، يبقى هقول الفي انبوت ناقص جهد المكثف بيساوي جهد المقاومه الاولى اللي هو تيارها اي 1 في قيمتها 1 زائد جهد المقاومه الثانيه اللي هي اي 2 في قيمتها 1 اي 3 في 1، واجمعهم يديك الفي انبوت ناقص جهد المكثف. احنا قلنا المعادله اللي فوق عندي مشكله في اي 1، طب هنا الفي انبوت هي الفي انبوت، في سي هي ستيت من فوق، طب الاي 1 ده انا اللي محتاجه، ظهر لي مشكله جديده اي 2 واي 3، يبقى لازم اشيل اي 2 واي 3 من المعادله عشان انا عايز اي 1 اللي هعوض بيه فوق. طب اي 2 اجيبه ازاي؟ بص كده، اي 2 هنا عباره عن ايه؟ عباره عن اي 1 زائد اي ال 1، مش اي 1 هنا بيتجزأ لاي ال 1 واي 2، يبقى اي 2 عندي عباره عن ايه؟ اي 1 ناقص اي ال 1، تمام؟ لو بصينا اي 1 يبقى اي 2 جبته بدلاله اي 1، يبقى تمام مفيش مشكله، اي ال 1 ده ستيت عندي، اي ال 1 عندي بستيت، يبقى خلاص خلصنا من اي 2، يبقى عندي مشكله في اي 3. اي 3 اصلا عباره عن ايه؟ لو بصينا اي 3 عباره عن اي 2 ناقص اي ال 2، ليه؟ اي 2 هيجي هنا يتجزأ للملف ويتجزأ في البرانش ده، يبقى اي 2 بيساوي تيار الملف زائد اي 3، يبقى عندي اي 3 اصلا بيساوي اي 2 ناقص اي ال 2. طب اي ال 2 مالها؟ بستيت من فوق ما فيهاش مشكله، طب اي 2 ما انت جايبها قبل كده، يبقى اروح لاي 3 اشيل منها اي 2، بعد ما اشيل اي 2 اللي هعوض بدليلتها يعني اي 1 ناقص اي ال 1 اهي، واي ال 2 نزلت زي ما هي، هتبقى عندي اي 3، شايف اي 3 بدلاله اي 1 واي ال 1 واي ال 2، اي ال 1 واي ال 2 دي ستيتس، طب ما اي 1 اصلا عايزها اي 1 فوق، والاي 2 بدلاله اي 1 واي ال 1 ده ستيت، يبقى كل المعادله هتبقى بدلاله اي 1. نرجع نعوض، يبقى في انبوت ناقص في سي، اي 1 نزل زي ما هو، اي 2 هشيله واحطه كده، اي 3 هشيله واعوض كده، هتلاقي المعادله دي كلها مجهول وحيد فيها اسمه اي 1. ايه معنى مجهول وحيد؟ يعني كل البارامتر الباقيه يمكن استبدالها بالستيت عندي، الستيت فاريبلز. من المعادله دي هجيب الاي 1 في طرف لوحدها تطلع بالشكل ده، هتبقى داله في الاي ال 1 اي ال 2 الفي سي والفي انبوت، يبقى هنا الاي 1 جبتها من المعادلات دي، اي 1 عندي هرجع اعوض بيها في المعادله الاصليه، لان انا اصلا المطلوب عندي في ال 1 اللي هي في انبوت ناقص اي 1، اي 1 انا جبته اهو ابتدي اعوض عنه، يبقى انا حصلت على ايه؟ في ال 1. في حته مهمه خلي بالك، اي 2 هو داله
او اي واحد ناقص اي ال واحد، اي واحد اهو يبقى ممكن احصل على اي اتنين عشان ممكن احتاجه في السلايدات اللي بعد كده. اي واحد هو ده اللي في الاستيت مباشره، وبالتالي اي اتنين لما اشيل منه اي واحد يبقى اي اتنين ده اللي في الاستيت كلها، تمام؟ عشان ده هحتاجه في السلايد اللي قبل كده. نرجع تاني للمعادله بتاعتنا، عندي اي واحد بالداله دي هرجع اعوض بيها فوق، لما اعوض فوق تطلع ال في ال واحد بالشكل ده، يبقى دي ال في ال واحد النهائي. طب انا عايز ال في ال واحد اصلا؟ لا، ده انا عايز ايه؟ انا عايز تفاضل اي ال واحد، يبقى تفاضل اي ال واحد بيساوي واحد على ال واحد في ال واحد. ال واحد بكام؟ هنبص على الرسم كده، بواحد هنري، يبقى واحد هنري مضروبه في ال في ال واحد اللي هي في المعادله دي كلها، تطلع بالشكل اللي قدام. هبتدي ارجع تاني للستيت ايكويشن، الستيت ايكويشن عندي تفاضل التيار الملف الاول هو اكس واحد دوت، اكتب هنا اكس واحد دوت، تمام؟ اي ال واحد بالستيت الاولى، اي ال اتنين بالستيت الثانيه، في سي عباره عن الستيت الثالثه، والانبوت اللي هو الفي انبوت ده هشيله واحطه مكان يو، هتلاقي اكس واحد دوت ده في الستيتس الثلاثه والانبوت، يبقى المعادله دي صحيحه ما فيهاش مشكله. نروح للمطلوب الثاني، المطلوب الثاني انا عايز تفاضل اي ال اتنين. طب انا عايز تفاضل اي اتنين، اي ال اتنين يبقى انا محتاج عندي فولت الملف الثاني، يبقى انا عايز ابدا بفولت الملف الثاني. لو انا رحت للوب اللي هنا ده، شايف ادي الملف الثاني فولته عباره عن ايه؟ اروح ابدا للوب ده، او اروح للوب ده اللي هنا ده. الفي انبوت بيساوي ايه؟ جهد المقاومه دي زائد جهد المقاومه دي زائد جهد الملف ده. الفي انبوت ناقص جهد الملف اللي هنا ده اللي هو اسمه في 2، جهد الملف اسمه في ال 2 او في 2، تمام؟ هيديني جهد المقاومه دي زائد جهد المقاومه دي، تمام؟ يبقى الفي انبوت ناقص في 2 اللي هي في ال 2 عندي، هتطلع بجهد المقاومه دي اي 1 في قيمتها 1 زائد جهد المقاومه دي اللي هي اي 2 في قيمتها، وبالتالي هحصل عندي على المعادله دي. طب اي 1 انا جايبها هناك في السلايد اللي فات بدلاله الستيتس، واي 2 قلت لك هجيبها برضو بدلاله الستيتس، مش الاي 2 عباره عن اي 1 ناقص اي ال 1، ابتدي اعوض عندي، يبقى هشيل اي 2 من المعادله دي واحط مكانها اي 1 ناقص اي ال 1، تبقى المعادله كلها في دلاله اي 1 واي ال 1، اي ال 1 ده ستيت من فوق، والفي ال 2 ده اللي انا عايزه، الفي انبوت هو الانبوت، يبقى اي 1 ده انا هجيبه من السلايد اللي انا شرحته، تمام؟ اللي هو كانت قيمه بالشكل ده، هبتدي اعوض في المعادله دي، يبقى هجيب في ال 2 في طرف لوحدها، في ال 2 من هنا في طرف لوحدها، هودي الفي انبوت الناحيه الثانيه واضرب المعادله كلها في سالب، تطلع بالشكل ده، يبقى اي 1 اعوض بيها هنا من المعادله دي، تطلع عندي بالحل النهائي اهو، هتلقى الفي ال 2 ده اللي في اي ال 1 اللي هي الاكس 1، اي ال 2 اللي هي اكس 2، في سي اللي هي اكس 3 والانبوت، يبقى كده العلاقه صحيحه لان ده اللي في الستيتس كلها. هو انا طالب اصلا في ال 2؟ لا، انا مش طالب في ال 2، انا طالب تفاضل اي ال 2، سوري دي هتبقى تفاضل اي ال 2 مش اي ال 1، اي ال 2 تبقى 1 على ال 2 في ال 2، تمام؟ هعمل ايه بعد كده؟ في ال 2 عندي فوق اعوض عنها، طب ال 2 بكام من على الرسم؟ بواحد هنا، احط هنا 1 يبقى الناتج 1 في ال 2. هتطلع بالمعادله اللي فوق، هبتدي احولها للستيت ايكويشن، ما تفاضل التيار الثاني عباره عن اكس 2 دوت، وعندي اي ال 1 باكس 1، اي ال 2 باكس 2، والفي سي باكس 3، والفي انبوت عباره عن يو، هنلاقي اكس 2 دوت ده اللي في كل الستيت والانبوت، يبقى المعادله تمام، يبقى كده خلصنا من المطلوب الثاني. نروح للمطلوب الثالث، هو عايز تفاضل جهد المكثف، ابدا بتيار المكثف، هو اصلا تيار المكثف بيساوي ايه؟ اي 3. ارجع لاول سلايد في المساله، اي 3 اصلا عباره عن ايه؟ اي 3 اللي هنا عباره عن اي 2 ناقص تيار الملف اي ال 2، يبقى اي 3 عباره عن اي 2 ناقص اي ال 2، تمام؟ لان اي 2 هيتجزأ لهنا وهنا، اي 2 ده انا لسه جايبه بدلاله اي 1، تمام؟ اهو، واي 1 اصلا انا كنت جايبه قبل كده، يبقى ارجع اعوض عن اي 2 بالدلاله دي هنا، هتلقى المعدل اي سي كلها داله في اي 1 ده هجيبها لان هي عندي من قبل كده اعوض عنها عادي، يعني اي ال 1 واي ال 2 دي ستيتس من فوق، يبقى اي سي هنا كده يطلع بالشكل ده، يبقى اي واحد اهو ابتدي اعوض عنه هنا، بعد ما اعوض واخلص القيم تطلع بالشكل ده، يبقى عندي ايه دلوقتي؟ اي سي، اي ال 1، اي ال 2، في سي كلهم ستيتس، والفي انبوت هو الفي انبوت، مفيش مشكله. هل انا عايز تيار المكثف؟ لا، انا عايز تفاضل جهده، يبقى تفاضل جهد المكثف اصلا عباره عن ايه؟ 1 على سي اي سي، طب السي بتاعته بكام؟ 1 فرض اهي، السي ب1 فرضنا على الرسم، يبقى هيبقى الناتج ده 1 في الاي سي، يطلع بالقيم اللي عندي. هرجع تاني للستيت ايكويشن، تفاضل جهد المكثف عباره عن ايه؟ عن اكس 3 دوت، يبقى اشيل دي احط اكس 3 دوت، اي ال 1 باكس 1، اي ال 2 باكس 2، في سي باكس 3، والفي انبوت باليو، وابتدي هنا اقول اكس 3 دوت ده اللي في اكس 1 واكس 2 واكس 3 والانبوت، يبقى المعادله صحيحه ومترتبه، هاخد المعادلات كلها ومترتبين وموجودين وكل حاجه تمام، هبتدي احطها في الماتريكس فورم، ادي التفاضلات اكس 1 لاكس 3 اهي، وادي الاي،
عندي اليو مضروبه في الثوابت دي احطها كفيكتور يبقى ده البي، وما انساش اقول له ان الفيكتور اللي اسمه اكس 1 اكس 2 اكس 3 عباره عن تيار الملف الاول تيار الملف الثاني جهد المكثف، وتفاضلات الستيتس دي هي التفاضلات اللي فوق اللي انا كنت فارضها اصلا في بدايه المساله. هنروح بعد كده للاوتبوت، هو طالب الاوتبوت عباره عن مين؟ على المكثف، الاوتبوت على المكثف اللي هو اصلا جهد المكثف، جهد المكثف اللي هو بي سي، الفي سي اللي هو اكس 3، يبقى اصلا بيساوي جهد المكثف اللي هو اكس 3. اعد ترتيب او احط الكوفيشنت اللي هي ناقصه، هي ارتب اكس 1 لاكس 3 واحط 0 0 1 والانبوت ب 0، احطها في الماتريكس فورم تطلع بالشكل ده، يبقى وقتها اقول له ان الدي هنا ب 0 وعندي السي كابيتال ماتريكس بالشكل ده. وبكده انتهينا من فيديو النهارده، كنا شغالين في فيديو النهارده على سنجل انبوت سنجل اوتبوت. ممكن ان شاء الله في حلقات تانية نشتغل على مالتي انبوت مالتي اوتبوت، وازاي نحطها في الستيت فورم او الستيت ايكويشن والاوتبوت ايكويشن او الستيت سبيس ريبريزنتيشن. لو عندكم اي استفسارات واسئله سيبوها لنا على اي التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا. Thank you.